وينها؟ بالضبط هاي البنا هيك دغري، هاي هاي سريس راس الجبل. هاي كل البنا هذا، هاد سريس، سريس برضو حلوة. وهناك كلنا نشر الرملة، الرملة كيف بورجيك مصنع الشمينتو من تحت شوي ببين، وببين انه بس عشان الشجر بس هذاك يعني العمارات هذيك الرملة اللي على اليمين، اللي على اليمين اللي هي مدعيم اصلا هيك هناك مدعيم. فيه زي بنا العرب هناك شايف هذاك، والله ما بعرف هذا هو زي بنا عرب بس الجدار الفاصل، خلينا نقول شايف البرج الابيض مع هي جنبه في طريق ترابيه، شايفها هذا الفاصل بين جدار يمكن شكيات قطنة والمناطق هذيك، كان اخش انا من عند المفسيرت طريق ترابيه شيطح كله لاجل هون شيطح كله شيطح. طب وهذيك المنطقه ايش هذا الجبل؟ هذا الجو هذا هارادر، هذا هارادر واللي جنبه هيك اللي ما عليه حمشان سموها قطامية الخمسة. وكلنا هذيك ايش اللي عند ابو غوش هاي المنطقة؟ البنى الجديد، البنى الجديد وين الجديد هذا اللي هون؟ هاي هاي هذا نافي ايلان، نافي ايلان وراها بيجي تلستون بس مش مبينة من هاي تلستون البعيدة كثير هاي، لا هي جنبها يعني الشارع بينهم. بحكي اخر اشي في ابراج هناك جهات بتصير يعني نقول شمال اسمه شارع عير باب الواد، لا مش مش مشارع جاي استاذ كيف بتفطر لك يا زلمه، وين التحنه المركزيه؟ هي شو اسم المنطقه هذيك؟ وين الجسر اللي على العمود واحد سووا الحبال هذا؟ الكتور. شو اسم المنطقه هذيك؟ شو اسمها؟ قبعات شاول. قبعات شاول؟ ممكن منطقة لفتة قبعات شاول لقدام في عنا بيت حكيرم ممكن العمارات هذلاك فيهم، وتحت هاي اللي كبيرنا قلت لك سريس اللي شورش وهي هي بين هاي وبين هاي هذيك تلستون، هذيك العمارات الاسكانات تلستون اللي جنبها نافيلان هاي كيت بين تلستون وبين شورش ورا الشجرة هاي اللي هي بيت محسير، بيت محسير اللي هي شوف هيك هاي مظبوط